للمزيد من المتابعة حول فعاليات هذا المؤتمر ينضم إلينا من مقر المؤتمر الزميل منذر أبو دوح. منذر، ما هي آخر التفاصيل لديك؟ تحياتي إليك بداية زميلتي العزيزة ولكم أعزائي المشاهدين. بالفعل هذا المؤتمر يأتي تحت رعاية رئيس الوزراء، والذي يأتي من ضمن تحولات الحكومة أو أولويات اهتمامات الحكومة الحفاظ على البيئة. وكما تابعنا أن التغيرات المناخية أثرت على البيئة في مصر وعلى العالم أجمع، لذا هناك مواجهة هذه التحديات. هناك بدائل لاستخدامات الوقود الأحفوري والتغيرات في استخدامات هذه البدائل، لذا يبرز دور السيارات الكهربائية في التعامل معها. وكانت غالبية الدول العالم والاتحاد الأوروبي قد وضع قواعد لأن تكون 70% من السيارات التي تعمل داخل مناطق الاتحاد الأوروبي تدور بالكهرباء عام 2030. لذا تولي الحكومة المصرية اهتماما كبيرا بهذا الأمر للحفاظ على المجتمع المصري والبيئة المصرية من خلال دعم التحول إلى السيارات الكهربائية. لذا يعتبر هذا المعرض أو هذه الفعاليات أول فعاليات تقام على أرض مصر. المعرض يحوي بجنباته استعراض لآخر التطورات الخاصة بصناعة السيارات الكهربائية والبطاريات الحديثة، وكذلك هناك ورش عمل تدور حول مناقشة المستجدات الخاصة والتكنولوجيات الخاصة بصناعة السيارات الكهربائية وإمكانيتها ومدى اقتصاديتها في التعامل وفائدتها بالنسبة للمواطن المصري. نعم، أشكرك زميل منذر أبو دوح من مقر انعقاد المؤتمر، شكرا لك.